بالنسبة لنتيجة المقابلة بالنسبة لنا كفريق شبيبة الحسيمي نتيجة غير مقبولة، ولكن إنصافا للفريق الرباطي فهي نتيجة منصفة من خلال ما شاهدنا في المقابلة. فريق كاوي، فريق منظم تكتيكيا، مندفع بدنيا. احنا اشتغلنا أسبوع كامل، اشتغلنا على هذه نقط القوة ونقط الضعف ديال الخصم، جاونا فرص ما استغليناهمش. نفس الشيء بالنسبة للفريق الرباطي. على كل حال النتيجة ديال التعادل منصفة، اللهم نقطة ولا هزيمة. نحاولوا نشتغلوا فيما تبقى من مقابلة الإياب باش نطوروا المستوى ديالنا كفريق فتي، وباش نحاولوا نسلقوا مراتب الترتيب باش نقلبوا إن شاء الله على مرتبة يمكن تكون مرتبة تاريخية بالنسبة لتاريخ الفريق في القسم الوطني الأول.